السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه: تحت باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. قال في حديث 1652: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة الحسن والحسن البصري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي، حدثنا شبان بن فروق بهذا الحديث. الشاهد منه لبابنا: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أظن نحن تركنا أبوابا يا عبد الرحمن، تركنا بعض الأحاديث، أعاود، فاتنا بعض الأحاديث على ما يبدو. نعم، 1650. نعم، قال حدثني زهير بن حرب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان هذا من رجال الإمام مسلم ويخطئ كثيرا، فالمتون التي يخالف فيها التي ينفرد بها ينبغي أن تراجع. قال عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر حتى اشتدت ظلمة الليل، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. قال: وحدثني أبو الطاهر عبد الله بن وهب، أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. هذا حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طريق آخر، وقد تقدم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في طريق أيضا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن تميم بن طرفة ابن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فاكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرضى، فغضب عدي فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، ما حنست يميني أو ما حنست يميني، لولا أن النبي قال ذلك ما حنست يميني، أي لولا أن النبي قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، أي ليأتي اليمين التي عفوا يفعل الفعل الأتقى له عند الله ويكفر عن يمينه. في رواية عن عدي بن حاتم أيضا: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه.
ثم أتى بطريق آخر تميم عن ابن طرفة أيضا قال سمعت عاديا وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. هذه الرواية غريبة شوي يعني كأنك تسألني 100 درهم قليلة بالنسبة لك يسألني أكثر يعني. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. في رواية وزاد ولك 400 في عطائي يعني أعطاه كم 500 يعني كأنه يقول تستقل تسألني 100 درهم فقط أنا عدي بن حاتم اسألني شيء أكبر. أعطاه 400 درهم زيادة طريق شعبة. في الرواية الأخرى ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. ثم قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.